النهاردة جينا لكم بوصفة جديدة ونوع حلى جديد جميل هتعجبكم أول وصفة ومش هتبطلوا تعملوها، وهي خلية السينابون. وصفة جديدة وجميلة، تابعوني الخطوة بخطوة. هنبدأ في عمل العجينة بتاعة خلية السينابون. أول حاجة هنحط الخميرة والملح والحليب، معلقتين حليب بودرة، معلقة سكر، رشة ملح، معلقة خميرة، هنقلبهم مع بعض. بعد كده هننزل بمعلقتين الزبادي، وهننزل بالزيت، ننزل بيه المية. المية طبعا كوب وربع، بس احنا مش ننزل بالمية كلها، ننزل بجزء. نعجن، لو لقيناها محتاجة مية نديها مية تاني، مش محتاجة. ان كل دقيق حسب، في دقيق بياخد مية كتير، في دقيق بياخد مية قليل، احنا مش هننزل بكمية المية كلها. نعجن حاجة في الموضوع ده، العجينة هتتقلي كويس عشان تطلع معانا هشة. يا رب إن شاء الله الوصفة تعجبكم. برضو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولو الفيديو عجبكم اعملوا إعجاب. طبعا العجينة طلعت كويسة، مش محتاجة مية تاني. هنبدأ نخدم العجينة، بس لازم نخدمها كويس، هنعمل فيها العجينة. خدنا العجينة كويس، نعجنها لمدة 5 دقايق. خدنا العجينة زي ما انتم شايفين كده، لمسها ناعمة، وهنسيبها ترتاح لغاية ما تخمر وهنكمل معاها. ورجعنا لكم بعد ما العجينة خمرت، هنبدأ نفردها. طبعا احنا رشينا دقيق على الرخامة اللي هنفرد عليها العجينة، زي ما انتم شايفين بنتفرد، بتتفرد بكل سهولة، العجينة جميلة جدا. ونبدأ نفرد فيها زي ما انتم شايفين، تتفرد بسلاسة وبمرونة حلوة. سلاسة ومرونة دي انا عفرت التعفريت دي عشان تعرف، عشان نعرف نفردها كويس. جربوا العجينة، طريقة العجينة دي طريقة جميلة زي ما انتم شايفين، هي بتفرد معانا بكل سهوله. خلاص العجينه اتفردت معانا، هنبدا نقطعها مربعات صغيره بالسكينه، نقطعها بالطول وبالعرض. ناخد بالطول الاول زي ما انتم شايفين، بعدين اقطعها بالعرض. ودلوقتي هنوريكم هتتحشي ازاي. هنحشيها جبنة كيري، ناخد حتة جبنة في النص
ونقفل عليها زي ما انتوا شايفين كده ونكورها زي ما شايفين اهو. انا رجعنا شلتها تاني كلها من الصينية وبدأت اغطيها بالكاكاو بالخلطة الكاكاو مع السكر البودرة مع القرفة. هنغمسها فيه كده زي ما انتوا شايفين، نرصها في الصينية. وهنا نأكد معاكم تاني طريقة الحشو برضك عشان نتأكد مع بعض. اهي نكورها نحط حتة الجبنة في النص ونكورها بإيدينا وكده. بعد كده المرحلة اللي بعد كده هنحطها في الكاكاو بسكر البودرة مع القرفة ونرصها في الصينية جنب بعض. هنخلص الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده من عفو، ونرجع نحطها في الصينية. هنخلص الكمية تاني بعد ما خلصنا الكمية كلها. شوف رصيناها ازاي في الصينية كده. خلاص هنغطيها ونسيبها لغاية ما تخمر. بعد كده هندخلها على الفرن على درجة حرارة 360 لمدة 15 دقيقة 20 دقيقة. تابعوا معايا الوصفة. ودي بعد ما طلعت من الفرن زي ما انتوا شايفين هنديها الحليب المكثف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. سينمون بعد ما حطينا عليها الحليب المكثف وحطينا عليها صوص شوكولاتة ورشينا عليها شوية مكسرات من فوق. دي آخر حاجة بعد ما طلعت من الفرن. يا رب الوصفة تعجبكم. لو الوصفة عجبتكم اعمل إعجاب للفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.